نروح بقى مع حضراتكم على خبر تاني برضو ما يقلش أهمية، متعلق بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم اللي قرر انه يعني هيقيموا قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد غدا ان شاء الله الثلاثاء 31 من اغسطس، وطبعا بحضور مندوبي الاندية ال 18 اللي هيكونوا مشاركين في البطولة. معاد ان شاء الله هينتج عنه يعني ايه كتير بقى من التفاصيل المتعلقة بالموسم الجديد هيكون عامل ازاي. بص يعني خلينا نقول بالرغم من ان الموضوع هيكون الى حد ما صعب جدا يا كريم، تلاحم الموسم الماضي بنتكلم واللي جاي، لكن يعني يا ربنا يكون في عون اللعيبه على كل حال ومجالس ادارات كمان الانديه. وهتكلم عن لعيبه الاهلي بقى، خلينا نتكلم عن نفسنا، واحنا دايما بنحب نتكلم عن نفسنا بالتحديد، لان الاكثر مشاركه في كل البطولات المحليه والقاريه هم لعيبه النادي الاهلي، يعني ده غير اكيد كاس العالم للانديه. فان شاء الله يتم قرار كده يكون منصف وفي نفس الوقت يكون فيه عدل، وزي ما كان كابتن سعد عبد الحفيظ دايما بيتكلم تكافؤ فرص، هي دي الامور اللي احنا لازم نكون مأكدين عليها في الفتره اللي جايه. اكيد كمان في اتحاد كورة امبارح كان في اجتماع بحضور مندوبي الأندية، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض كل المشاكل الزمنية تحديدا اللي بتتعرض لها الأندية في المسابقة، زي ما اتكلمنا طبعا في الموضوع ده قبل كده مع حضراتكم يمكن عشرات المرات، وكنا دايما بنثير علامات التعجب والاندهاش وفي بعض الأحيان الاستنكار الحقيقة للمنطق يعني كان غايب. طبعا تم الوضع في الاعتبار مشاركات منتخب مصر في كأس العرب في نهاية ديسمبر، وكمان تصفيات كأس العالم وأيضا كأس الأمم الإفريقية في يناير 2022. طبعا يعني ربنا يكون في العون.